انا واحده من المنظمين ديال هذا ليفينمون او ديال لافونت بيبليك بغينا نشجعوا لي مارك بغينا نشجعوا نوريو المنتجات ديالنا وامين بون نشجعوا السياحه حاولنا نوعوا بزاف ديال لي مارك او بزاف ديال المنتجات بالنسبه للاستفاده استفاده كبيره منهم تبارك الله لابريس كلها هي معنا اليوم ومشجعانا منهم بزاف ديال لي بلوغر اللي كيكونوا عندهم بزاف ديال لي فولورز كيصوروا منهم اشهار ليهم هما وكنشجعوهم باش يروجوا المنتجات ديالهم بالنسبه للمارك ديالي هي مارك بيو 100% منتج مغربي من مواد طبيعيه حاولنا نجمعوا المنتجات كامله كل ما يخص المرأة أو الرجل بصفة عامة هي منتجات للشعر والوجه والجسم يعني قام متكاملة كندير بيان سور دي روتوش تندير ماتوش في شاك بياس عندي في المحل تعرفت بهاد اللمسة ديالي أنايا وكنجيب السلعة ديالي من بارتو من الهند من لا تركي من لا الشين من لا فرانس من لوروب اون جينيرال الحمد لله درت البلاصه ديالي في المغرب والمكانه ديالي في السوق و شوي تري كونتونت انني وصلت لهذا النيفو هذا اللي كان في وقت قليل الوغ لي ديزاين ديالي كتلقاهم سي دي بيس كي سون غار ودائما من لا بيس كتكون جوج ثلاثه ما كيكونش اكثر وما كنعاودش نجيب لا بيس واخا كنكون انا يعني كتكون ديسپونيبل ولا نقدر نجيبها ما كنجيبهاش جوستومون باش نقدر نوفر للناس يلبسوا حاجه ويكونوا ما تكونش بارتو ما يعني سون ديكر الاسماء ما بغيتش كونط اون صابي من عندي اللي هو غلامور كتكوني لابسه اون بيس اونيك بالنسبه للستيل ديالي الستيل ديالي احمق الستيل ديالي ما معطيش لاي واحد وما كيديروش اي واحد يعني ما عنديش بزاف نتاع لي كونكورونت الحمد لله كندير ستيل اللي مازال حنا في المغرب مازال ما زعمنش عليه كوم جو سوي ابيي ولا شي حاجه كاينين واحد الفئه قليله اللي كتلبس بحال هكا وبالنسبه للمحجبات اللي كيسولوني بزاف المحجبات كيسولوني واش ما كتجيبيش لينا الحوايج ديالنا كنجيب حتى المحجبات الحوايج ديالهم مي ستيلي كلشي عندي ستيلي الوغ المشاركه ديالي طونك لا بوتيك ديالي في مراكش هذه اول حاجه ثاني حاجه باش نتعاونوا بيناتنا حنا لي ستوند بيان سور جو في اون بيتيت بوبليسيتي لكاع لي ستوند باش يجيو جاو الناس من اكادير جاو الناس من كازا من غابه وباش نكبروا ونطلعوا من المستوى ديال لي فونت بريفي ولا لي زيفينمون في مراكش باسكو كاينين قلال وهادشي ما فهمناش علاش بورتون ان الناس نتاع مراكش كيشريو وكيخرجوا وكيلبسوا كلشي مي ما كاينش هاد لي زيفينمون بحال ما هكا اليوم شاركنا في ان ديفيلي ويا اون فونت بريفي اوسي ديال بيغ فينجين ديال Big Vending, voilà. On vient de passer un défilé, les quatre fait la nouvelle collection d'Yeli. On fait tout ce qui est broderie, tnbet, la yelette, le gel. On fait aussi les bijoux, tout type de bijoux, argent, ou des bijoux uniques. Voilà, des bijoux uniques, comme vous voyez. D'ailleurs, on a beaucoup de modèles, par exemple, Tarz, tnbet, donc un peu de tout. D'ailleurs, le défilé qu'elle fait la nouvelle collection de ce qu'on a fait pour ce mois-ci. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.